هنتكلم النهاردة عن الأماريا. أول حاجة تصنيف الأماريا أو classification of أماريا. أول حاجة kingdom animalia اللي هي مملكة الحيوان، sub kingdom بروتوزوا اللي هي عوالم الأوليات الحيوانية، phylum بروتوزوا اللي هي شعبة الأوليات الحيوانية، sub phylum سبوروزوا اللي هي البوغيات. الأماريا بتسبب لي مرض الكوكسيديا، ده بيبقى موجود في الماشية والماعز والأغنام والدواجن والأرانب. دورة حياتها بتبدأ لما العائل اللي هو الأغنام أو الماشية أو الدواجن أو الماعز تيجي تبلع السبوليتد أوسيست اللي هي المتكيسة. المتكيسة دي المعدية اللي بتحتوي على 8 سبوروزويتس، بتحتوي على 8 أبواب. اول لما العائل بتاعي ده يبلع المتكيسة المعدية بالسبوروزويس دي بتنطلق في الانتستين، بتبقى بتطلع بتبقى موجودة في الامعاء بتاع العائل بتاعي ده اللي هو الهوست. السبوروزويس بعد كده بتخترق الابيثيليال سيل، بتخترق الخلايا الطلائية بتاعة الجهاز الهضمي في أماكن معينة، وبعد 3 أيام بتكوني التروفوزويتس اللي هو التور المختزي. بعد كده بتكوني شيزونت. الشيزونت زي ما خدناه قبل كده، أول ما بنوصل لمرحلة الشيزونت النواة بتبدأ تنقسم لا جنسيا وتكوني عدد كبير جدا من الأنواع. كل نواة جديدة ناتجة من الانقسام هتحوط نفسها في سيتوبلازم وتكون خلايا اسمها مير زويتس اللي هي الميروزيتات. الخلية الطلائية اللي حصل فيها الانقسام ونتج منها تكوين المير زويتس دي مش هتستوعب كمية المير زويتس اللي ناتجة، فهتنفجر، والمير زويتس دي هتروح تعمل لي ري انفكشن، يعني هتروح تصيب خلية طلائية تانية، نيو ابيثيليال سيل هتروح تصيب خلية طلائية تانية، وتكرر العملية دي كذا مرة. بعد كده المير زويتس الميلوزيدات هتتطور لماكرو جاميتوسايتس ومايكرو جاميتوسايتس، وبعدين الماكرو جاميتوسايتس هتكون لي ماكرو جاميتس، والمايكرو جاميتوسايت هتكون لي ماكرو جاميتس اللي هي جاميتات. هيحصل بعد كده اخصاب فيرتلايزيشن ويكون عندي زيجوت، ويكون عندي لقاحة. بعد كده الزيجوت هيحوط نفسه بجدار ويكون لي اوسيست اللي هي المتكيسة. المتكيسة دي اللي هو الاوسيست هتنفجر من خلايا العائل اللي هو الهوست وتخرج مع الفيسز مع البراز. في البداية بتكون unspoliated يعني مش معدية، بتحتوي بس على الزيجوت اللقاحة. بعد فترة بيكون فيها 8 سبوروزويتس 8 أبواب وتبقى معدية spoliated oocyst، ويجي العائل بتاع اللي هي الأغنام أو الماشية أو الدواجن أو الأرانب أو الماعز تاكلها تكمل تاني دورة الحياة ويطلع منها السبوروزويتس اللي هي الأبواخ. دي كده دورة حياة الأمريكي.